السنة هذه حقيقة من ناحية استهلاك الطاقة سنة استثنائية، ففي شهر جوان سجلنا معناها 3600 ميجاوات، هذا يعتبر معناها تاريخي. وكذلك قبل أمس سجلنا 3800 ميجاوات، ونحن في بداية الصيف، وبكل صدق تخطينا الذروة هذه بثبات وبنجاح. هي الانقطاعات الكهربائية انقطاعات معناها في السنة، هي نحن قدرة الإنتاج مقدرة 4000 ميجاوات إذا كان درجة حرارة 40 درجة، وإذا كان درجة حرارة تفوت 40 درجة معناها معدل، فقدرة الإنتاج تنخفض وربما تصل إلى 3900. وإذا كان أيضا في نفس الوقت الاستهلاك معناها يوصل 3900، فنحن عندنا حماية معناها أوتوماتيكية للأنظمة الكهربائية متاعنا.